وما زال الحديث موصولا عن علاج الهم والاكتئاب والحزن والضيق والمشاكل، ازاي نخرج من المحن والازمات والشدائد اللي احنا فيها، كيف تتعامل مع متقلبات الحياة. الامام الشافعي رحمه الله يقول: ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء. وما فيش حاجة بتدوم على حالها. عشان نقدر نتغلب على الصعاب لازم يبقى عندنا عقيدة قوية جدا، العقيدة رقم واحد. رقم اتنين لازم يبقى عندنا الإيمان زائد العمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لازم يبقى عندنا أمل، لازم نكون ناس متفائلين، لازم يبقى عندنا واقعية. يعني ايه واقعية؟ يعني انت تبقى حضرتك تبقى عارف ان انت مش الدنيا ديت مش جنات الفردوس نزلا، مش احنا فيها لا يبغون عنها حولا، ما في دي دنيا حضرتك، دي دنيا من الدنو، دي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. لازم يكون عندنا رضا، رضا لازم يبقى واحد عنده رضا ان كل شيء يحصل طب بقدر الله، قدر الله وما شاء فعل، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. حدث نفسك دائما بالرضا، كن راضيا عن الله، كن راضيا عما يحدث في هذا الكون، لان ربنا سبحانه وتعالى مدح صحابة النبي قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. انت راضي عن ربنا؟ الحمد لله انا كل رضا. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك اتعجب. كان اخر حاجة اتكلمنا عنها بالامس في حلقة الامس كيفية التعامل مع الناس، انه زي ما ربنا سبحانه وتعالى وانت بتمشي في الارض حضرتك بتجد الحاجة الصلبة قوي والحاجة الرخوة، بتجد التربة الرملية، بتجد التربة الطينية، بتجد الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه. سبحان الله، زي ما الأرض مختلفة طب البشر مخلوقين من الأرض يبقى هم كمان مختلفين، يبقى تتعامل مع اختلافهم، تتعامل مع البرتقانية على إنها برتقانية مش منجاية هي حضرتك، الليمون الليمون حامض يعني مزز كده، يعني ما تقولش هو ازاي كده، يعني هو ليه طعمه مش زي الفراوله، لا هو ليمون. الصبار هو صبار مر، مش هتيجي تقول لا طب هو ليه مش زي العسل، عشان هو ربنا خلقه كده. سبحان الله العظيم. يبقى نتعامل مع الناس، خاطب الناس على قدر عقولهم. النهارده عايز اتكلم بقى في نقطه مهمه جدا 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 غايه في الاهميه تتمه لهذا الموضوع. احنا كل يوم بناخد حاجة كده بنزود بيها إيماننا ونزود بيها يقيننا بربنا عشان أقدر أتعامل، عشان أقدر أتعامل في الدنيا. عشان يا حضرات الدنيا دار عمل ولا حساب فيها، والآخرة دار حساب ولا عمل فيها. فأنا بصراحة عايز أغتنم الدنيا، أجمع فيها حسنات على قد ما أقدر، عشان عندما ألقى الله يا رب يا رب يا رب، عندما نلقى الله يبقى كامل الرضا عنا، اللهم آمين. النهاردة حاجة غاية في الأهمية وأكيد كلكم عارفينها، بس أنا من باب وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هي هجر العوائد وقطع العلائق. أيوة بالظبط زي ما حضرتكم عارفينها كده بالظبط، طبعا كلنا عارفينها. أنا اديت إخواننا في الكنترول قلت لهم هنتكلم عن العنوان ده، طبعا ضربوا أخماس في أزاز، يعني إيه هجر العوائد وقطع العلائق ولا ايه اللي غوريتمات اللي الشيخ جايبها لنا دي؟ تعالوا نشوف نفصص الكلام كده ونشوف يعني ايه هجر العوائد وقطع العلائق، عشان دي لو تحققت عندك يا سلام، هتمشي حضرتك في الشارع يستوي عندك الذم والمدح، يقول لك الله الله اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه اللي انت فيها دي؟ عادي. ولا لا سمح الله واحد نال منك ولا اخطك، عادي هتبقى ماشي يستوي عندك المدح والذم الاثنين زي بعض. ايه قطع العوائد؟ عارفين العادات؟ اوعى تنخرط في العادات، اوعى تعمل زي ما الناس بيعملوا، لا انا هعمل زي ما ربنا يقول لي، وزي ما اتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في كل اموري. عندي فرح الاسبوع الجاي هعمله ازاي؟ هو عادة الناس بتعمل وبنيجي في الافراح ونعمل، لا 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 مش علاقة بالناس، انا ماليش علاقة بعادات الناس، عادات الناس دي احطها على القرآن والسنة تمشي. القرآن والسنة يقول نعم بالمفهوم بتاعنا، اوكي خلاص همشي. ليه بنسب كل حاجة للقرآن والسنة؟ انا مش بمشي زي الناس،
انا ما بقلدش حد، حتى المشايخ كل يؤخذ منه ويرد. الامام مالك كان امام دار الهجره، امام المدينه المنوره، يجي يقول للناس كل يؤخذ من كلامه ويرد الا صاحب هذا المقام عليه الصلاه وازكى السلام. ده كلامه يتاخد يتحط على العين والراس وما نناقش. فلو الدين عندنا اصبح عاده فالحياه بتبقى رتيبه كده وممله. لو انا ماشي ورا الناس وبقلد الناس تبقى الحياه مزعجه، تبقى مؤسفه. انما لما امشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يبقى انا بهجر كل العادات التي تخالف القران والسنه. ما اجيش اقول ايه هو انا اللي هنعمل شرع جديد، ما هو فلان عمل فرح بنته فين، انا ماليش علاقه بفلان، احنا رايحين الفرح. يلا بقى ده فرح يعني؟ مش فاهم يعني يا بنت الحلال شيل الطرحه اللي على راسك دي، ده فرح ايه؟ عشان كده هي تشيل الطرحه وتروح الفرح ترجع متنكده. الا طب انا كانت في فرح. الا تقول لك انا متضايقه، انا مخنوقه، انا في حاجه خانقاني. عشان قلدنا العادات التي تخالف القران والسنه. معلش هو الموضوع ده شائك، بس انا عارف انتوا حضراتكم عارفين قدركم عندي، انتوا حبايبي واهلي واخواني واخواتي وابائي وامهاتي، والعلاقه اللي اصبحت ما بين الكلام الطيب وما بين حضراتكم بتقتضي ان احنا نقول كلمه الحق لابد، دي ما فيهاش مجامله. طب معلش اخونا اسماعيل معانا من بدري، وبعدين اكمل مساله هجر العوائد، عشان دي لو اتحققت هتحس بمنتهى السعاده، هتحس ان انت ملك، انت مش ماشي ورا حد، انت ماشي ورا قال الله وقال رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى هجر العوائد، عايز ربنا يكرمك الحياه بتاعتك وما تبقاش ممله. مساله العبادات اللي بتتحول لعادات، لا لازم 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 نتعامل مع العبادات على انها عبادات مش على انها عادات. لازم لما تيجي تقرا الفاتحه مش الفاتحه يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك، لا ركز الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. العبادات عندنا اتقلبت عادات، فالناس مش حاسه بالاثر بتاع العباده. حتى الاذكار اللي قاعد يذكر ربنا وماسك عمال يسبح 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 يسبح، فاقول شوف يا اخي سبحان الله، ربنا قال عن يونس فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. الى كل مكروب، الى كل مغموم، الى كل انسان اصابه الضيق اقول له عليك بالتسبيح. بس انا تسبيح انك تقعد كده القلب مشغول والعين مشغولة بالاحداث من حولك واللسان هو اللي عمال يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان، ويلتفت يمينا ويسارا، ولا اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. دي عبادة، دي احنا مش عايزينها عادة. يبقى في قطع العوائد مالكش دعوة بالاعراف، بالعرف، باعراف الناس ما تتبعهاش الا اذا كانت هذه الاعراف توافق كتاب الله وسنة رسوله. لو لقيتها تخالف ما تسمعش الكلام. الامام مالك نفسه قال ايه؟ قال يا جماعة كل انسان يؤخذ منه ويرد. الامام الشافعي قال بصوا ان صح الحديث فهو مذهبي، لو لقيت كلامي يتناقض مع كلام رسول الله اوعوا تقولوا الشافعي قال. شوفوا دي الائمة، الائمة كل واحد تبرأ من قوله اذا كان يعني في خلاف مع كتاب الله وسنة الرسول، اذا كان لا يتوافق. قال هو ممكن امام يقول رأي لا يوافق سنة رسول الله؟ وارد. ازاي؟ الامام اجتهد في مسألة ولم يصل اليه حديث من احاديث رسول الله فاجتهد وقال رأيه، وبعد ما قال رأيه ربما يكون خلاص انتقل الى الدار الاخرة وفي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يخالف هذا الرأي. السؤال بقى اعمل ايه؟ اتبع رأي الامام ولا اتبع رأي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلام رسول الله عليه السلام. يبقى اول حاجة عشان تعيش سعيد في الدنيا ما تقولش انا زي الناس، انا بعمل زي ما الناس بتعمل، انا ماشي ورا الناس. اقول لك لا، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، الناس ممكن تغرقك. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. يوم القيامة
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. مش أنا بطلع على حضراتكم على الهوى باسم الشيخ رمضان طالع يقدم برنامج الكلام الطيب، تنظروا الكلام رمضان ده أي يوافق كتاب الله وسنة رسوله، خلاص يبقى كتاب الله وسنة رسوله. لقيتوا كلام رمضان لا يوافق كتاب، ما تسمعوش كلامه. رمضان ده مش حجة، مش هو ده الدين. رمضان وغيره مع تقديرنا طبعا للعلماء والأئمة والفقهاء، هم نفسهم قالوا يا جماعة كتاب الله وسنة رسوله. يا حضرات لو لقيتوا كلامنا يعني يختلف مع كتاب الله وسنة رسوله يبقى كتاب الله وسنة رسوله. كل إمام تبرأ من قوله إذا عارض القرآن والسنة.